السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. الوغ الدرس ديال اليوم غادي يكون على الماتلاسي. الوغ علاش غادي ندير هذا الدرس هذا؟ حيت كل ما كنحط شي فيديو اولا شي درس كنهضر فيه على الماتلاسي كنلقى في لي كومونتير اسئله كثيره. الوغ بين هاد الاسئله هادي كنلقى شنو هو الماتلاسي، واش عنده شي سميه اخرى، فين يمكن ليا نلقى هاد الماتلاسي، وكذلك كاينين اللي كيقولوا لي احنا ما عندناش في المدينه ديالنا هاد الماتلاسي هذا، واشنو هو البديل. الوغ داكشي باش درت هاد الدرس هذا باش نحاول نجاوب على هاد الاسئله كلها. الوغ انا عارفه بان كاينين ناس كاينين منكم كثار اللي كيعرفوا الماتلاسي وخدامين به سنين هادي وداكشي، ولكن انا اللي قصدهم اليوم هما هاد الناس هادو اللي حطوا لي هاد لي كومونتير هادو. الوغ بغيت نجاوبهم نجاوبهم بهاد لا فيديو هادي. الوغ شنو هو الماتلاسي؟ الوغ هاد الماتلاسي هذا هو داير بحال هكذا، هانتي كما كتشوفي هنايا فهاد الجهه كاين لاوات وفي هاد الجهه كاين توب. الوغ هاد التوب هذا هو توب نيلون، هاد التوب داير بحال هاد التوب كيخدموه سورتو الناس اللي كيديروا الملابس العصريه راهما كيعرفوه، هذا كيخدموه تبطين داكوغ، هو نيلون. وكاين هاد الورقه هادي هي ديال لاوات، لاوات رقيقه داكوغ. الوغ كيقبطوا لاوات كيزيدوا عليها هاد التوب هذا وكيدخلوه سورتو في المعامل في لي ماشين ديال اندستريال، في لي ماشين الكبار كيدخلوهم تحت الماكينه وكيديروا هاد لي تراساج هادو، هاد لي تراساج باش كيكونوا هاد لي كارو هادو. الوغ حنايا كنقبطوه هكذا واجد وكنحطوه على التوب وكنتبعوا هاد لي تراسي هادو اللي عندنا هنايا، وكيخرج لينا التوب ماتلاسي. كنديروا له حنا هاد الماتلاساج كيتسمى الماتلاساج، لو فات باش اننا نحطوا هذا على التوب وكنخيطوا هكا كيتسمى لو ماتلاساج، وكيعطي لينا هذاك التويب اللي تيكون غليظ شويه ويمكن لينا نخدموا به بزاف ديال الحوايج في هاد لو دومين ديال لا ديكوراسيون داكوغ. دونك هذا من ناحيه الماتلاسي هو هذا. الوغ واش عنده شي سميه اخرى؟ انا ما كنعرفش سميه اخرى. حنايا ملي كنمشي عند مول التوب اولا عند هذا تنقول له عطيني الماتلاسي كيعطيني هذا، هو تيقول لي شحال بغيتي من متر في الماتلاسي كيعطيني هذا. دونك كل فين ما مشيتي كنسمعوا كنهضروا غير بالماتلاسي، وهذا الاسم هذا راه فرنساوي داكوغ. لو ماتلاسي سي اون فرونسي، دونك حنا كنهضروا كنقولوا الماتلاسي بحال هكا، معنا ما عندوش شي سميه واحده اخرى داكوغ. دونك هذا من هاد الناحيه هادي. الوغ من ناحيه فين كيتباع؟ الوغ هذا كيتباع عند المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطه، كيبيعوا الخيط، يبيعوا العقيق، يبيعوا هادو كتلقاي عندهم، يبيعوا لاوات، يبيعوا هما اللي كيبيعوا هاد الماتلاسي. وكذلك كاينين نيت اللي حوانت اللي عندهم التوب اللي كيبيعوا التوب، سورتو اللي كيبيعوا التوب ديال الخيط، يبيعوا التوب لي زور وهذا، حتى هما تيكون عندهم هاد الماتلاسي كيبيعوا داكوغ. دونك فوالا هذا من ناحيه احنا شفنا الماتلاسي اشنو هو. دابا غادي نشوفوا شنو هو البديل. الوغ بالنسبه للبديل حنايا كما كنعرفوا ماشي بكري قبل كانوا من ما كانش هذا كاين، باسكو واحد الوقت ما كانش هذا الماتلاسي، ما كناش كنلقاوه، ما كانش كاين. الوغ شنو كانوا كيديروا؟ كياخذوا الطرف ديال التوب ديال البوبلين وتياخذوا ورقه ديال البونج اولا ديال لاوات رقيقه، وكياخذوا طرف اخر ديال التوب داكوغ، وكي يتراسيو فوق من داك التوب غير عشوائي هكاك كيتراسيو، وكيكونوا هذاك التويب اللي تيكون اغليف. كانوا كيصوبوا به سليلات، كيصوبوا به بزاف ديال الحويجات في لا ديكوراسيون داكوغ. وملي من بعد ولينا لقينا هاد الماتلاسي هذا ولينا كنخدموا به، هو كيجينا ساهل داكوغ. ولكن حنايا اليوم غادي نحاولوا باش نصوبوا هاد الماتلاسي هذا، نشوفوا كيفاش نديروا ونصوبوا. الوغ شنو خصني باش نصوب هاد الماتلاسي هذا؟ كما قلنا غادي يخصني هاد التوب الفوقاني وغادي يخصني هاد لاوات الرقيق ياك. الوغ بالنسبه للتوب الفوقاني، هاد التوب هذا كما قلت لكم هذا نيلون، هاد التوب هذا كيديروه التبطين، التبطين ديال الكسوه.
هما كيما كتشوفيه هو نيلون وكيكون ما كيكونش يتيري ماشي باليزير ما والو هو نيلون كيكون ما كيتيريش ياك وغادي يخصني كذلك لاوات واحد الورقه ديال لاوات هاد لاوات رقيقه ها هي كيما كتشوفي رقيقه ياك وبطبيعه الحال غادي يخصني واحد المسطره ويخصني قلم ولا ماركور ويخصني الماكينه الوغ اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ الثوب الوغ انا خديت هنايا غير طريف غير باش نقدر ندير حداكم لا ديمونستراسيون خديت غير طريف صغير ياك الوغ هنايا في هاد الثوب هذا هو اللي غادي ندير فيه هذاك لو تراساج غادي نحاول نكون دي كارو هنايا داكوغ الوغ انايا اشنو غادي ندير غادي ناخذ مسطره هاد المسطره هادي عندي فيها 5 سنتيمتر من هنا لهنا انا غادي نكون دي كارو هنا ديال 5 سنتيمتر باش تجيني ساهله باش نخدم هاد لا ريغل هادي صافي الوغ غادي نجي ونحاول باش يكون هذا عندي مسرح مزيان ياك وغادي نجي وغادي نبدا نحط اول سطر كنحطو من هاد الجهه بحال هكذا كنحطو اوبليك بحال هكذا فهاد لو سونس هذا ياك وكنجي وكنتراسي هنا ندير التراساج الاول هنايا ياك وعندي بما ان عندي هذه فيها 5 سنتيمتر وانا لي كارو ديالي اللي غادي بغيت فيهم 5 سنتيمتر غادي نجيب وندير عاوتاني واحد لو تري من هنا باش تجيني ساهله صافي وهاني كونت هنايا عندي هاد الطريفات هادو بحال هكا فيهم 5 ديال السنتيمتر صافي ونجي كذلك عاوتاني هنايا وعاوتاني نتخاصي صافي وهاني تخاصيت واحد لو تري واحد اخر من هنا لهنا عندي 5 سنتيمتر عاوتاني نحط هذا على الحرف ديال هاد 5 سنتيمتر هنايا وعاوتاني ندير واحد لو تراسي واحد اخر بحال هكذا ونمشي حتى نكمل هاد الطرف كله دوك انا درت تراسيت هادو كلهم هاد السطور هادو كلهم ياك دابا اشنو غادي نجي عاوتاني فهاد لو سونس هذا مشيت فهاد لو سونس دابا نمشي فهاد لو سونس عاوتاني وندير هاد السطور هادو باش نكون دي كارو داكوغ هاد لي كارو هكذا الا شفناهم بحال هكذا غادي يكونوا دي كارو الا شفناهم بحال هكا غادي يجيونا دي لوزونج بحال الشكل ديال لي لوزونج دونك هادو كيعطيو منظر زوين حسن ما نديرو لي تري بحال هكذا نقدروا نديرو لي تري بحال هكذا وهكذا غادي يجيونا مربعات ولكن ما غاديش يعطينا منظر زوين بحال اللي غادي يعطي لينا هذا بحال هكا صافي هادو الا شفناهم بحال هكذا راه جايينا بحال لوزونج اما الا شفناهم بحال هكا راه غادي يجيونا بحال مربعات صافي الوغ بالنسبه لهاد المربعات او لهاد لي لوزونج هادو انايا خديت 5 سنتيم ياك خديت هنايا باش نوريها لكم هنايا خديت انايا ها هي كما كتشوفي خديت 5 سنتيمتر ياك الوغ كنت نقدر ناخذ غير 3 نقدر ناخذ غير 3 سنتيمتر يجوني لي كارو صغار ونقدر كذلك ناخذ حتى اكثر ناخذ 8 سنتيمتر ولا 10 ولا يجوني لي كارو كبار انا واشنو اللي بغيت مي انا هنايا خديت 5 سنتيمتر صافي دونك هنايا غادي نجي ونولي عاوتاني نجي هنايا ونولي عاود نتراسي بحال هكذا من هنا ونتراسي كذلك هنا بحال هكذا ونمشي عاوتاني نتبع نحط هذا الحرف هذا على السطر اللي عندي بحال هكذا ونتراسي دابا هاد القضيه هادي كتجيني سهله كما دابا باش نبقى نعبر وداكشي كتجيني سهله كناخذ مسطره هكذا فيها 5 سنتيمتر ولا نقدر ناخذ مسطره فيها غير 3 سنتيمتر غير نص ولا شي حاجه ونمشي بها بحال هكذا صافي ونكون هاد لي كارو ديالي دونك انا غادي نكمل هادشي كله دونك انا كملت السطوره ديالي كلهم هانتوما كيما جاو على شكل دي لوزونج هانتوما ياك دونك دابا اشنو اللي بقى ليا بقى ليا كنقبط هاد الثوب هذا وغادي نحطو فوق لاواد فوق هذيك الورقه ديال لاواد ديك
لاوات رقيق تاع لاوات راني خديت طريف قد هذا الطريف ديال هذا الثوب اللي عندي دونك غادي نجي غادي نحطو عليه نحاول باش نديرو مقاد بحال هكذا وغادي نقبض بلي زيباك نحاول نقبض الماكسيموم هلا كنحاول نقبض الماكسيموم بلي زيباك ودابا اشنو بقى ليا غادي ندخل الماكينه صافي وغادي نخيط على هاد السطوره هادو غادي نخيط عليهم كلهم من هنا ونولي عاوتاني نعاود بحال هكذا والطريقه باش كنخيطوا الماتلاسي راه كنت ديجا درتها دونك راه بحال بحال صافي انا غادي نحيط لي نحط لكم الرابط ديال ديال الدرس ديال الماتلاساج اللي كنت درتو لكم ديجا قبل صافي دونك انا دابا غادي ندخل الماكينه نخيط هذا الشيء ونرجع نشوفوا كيفاش داير دونك انا دوزت خياطه فوق من هاد الخطوط هكذا وهكذا وحصلت على هاد الماتلاس دونك هذا الوجه ديالو وهذا هو الظهر داكور دونك هاد الماتلاسي بحالو بحال هذا اللي شريت بالمتر ياك الوغ هاد الماتلاسي اللي شريت بالمتر انا هذا كيدير ما بين 15 درهم حتى 20 درهم داكور وفيه المنكب متر ونص ياك الوغ هاد الماتلاسي اللي صاوبت انا التوب ديالو كيدير 6 دراهم المتر وفيه حتى هو في المنكب متر ونص وهاد لاواط هادي كدير حتى هي 6 دراهم المتر وحتى هي فيها متر ونص في المنكب داكو دونك انا بجوجهم متر ديال التوب مع مع لاواط بجوجهم طاحوا عليا ب 12 درهم الوغ كو هذا 12 درهم المتر الوغ كو هذا كما قلت لكم كيدير ما بين 15 حتى 20 درهم المتر دونك هاد القضيه هادي راها مربحه اقتصاديه داكو دونك نقدر انايا نصوب الماتلاسي بذاتي انايا بوحدي ويطيح عليا رخيص هذا من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه اخرى الا ما كانش عندي انا الماتلاسي في المدينه ديالي هاني وريت لكم دابا كيفاش يمكن لك ديري باش تصوبي الماتلاسي داكو دونك دابا ما بقى ليا غير نحطو فوق من الثوب وندير القضيه ديال داكشي اللي راني وريت لكم ديجا في واحد الدرس كيفاش نصوبو الماتلاساج مثلا نفصل طريفات على حسب القياسات اللي عندي مثلا بغيت ندير ساك اولا بغيت ندير اون تروس ولا بغيت ندير شي حاجه نفصل طريفات على حسب العبارات اللي عندي ونصوب ليهم نصوب هذا الماتلاسي هذا نصوبو انايا وناخذ الثوب ناخذ الثوب اللي عندي انا ياك ونحط عليه هاد الماتلاسي هاد الطريفات هادو ديال الماتلاسي اللي صوبت مثلا سويك ولا حاجه اللي بغيت انا نصوبها نحطها فوق من التوب ديالي والطريقه ديال الخدمه ديال الماتلاساج راني ديجا درتها لكم في واحد الدرس دونك انا غادي نحط لكم الرابط ديال داك الفيديو اللي ما شافتها اللي ما شافتش داك الفيديو تمشي تشوفها صافي دونك فوالا انا ساليت الدرس ديالي ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل في درس جديد السلام عليكم.